ليس فيه مكر ولا كمال إلا إذا تضمن إثباته، يعني ما ذكر الله تعالى من صفات النفي التي وصف بها نفسه لا يمكن أن تكون مدحا إلا إذا تضمنت إثباتا، إلا إذا تضمنت إثباتا. مثلا لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا ما يمكن أن يكون مدح إلا إذا تضمنت إثباتا أي صفة ثبوتية. وجه ذلك لأن النفي المحض، أن مجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، يعني مجرد النفي ليس بشيء فهو عدم. يقول والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء، ليس نعم فهو كما قيل، يعني ما ليس بشيء فهو ليس بشيء، هذا المعنى، ما ليس بشيء فليس بشيء، فضلا عن أن يكون، عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال، فلهذا كان عامة ما وصف به نفسه من النفي متضمنا لإثبات المدح، كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات المدح. القاعدة هذه في النفي نقول النفي المحض الذي لا يراد منه إثبات الكمال هذا ليس بمدح، ليس بمدح. وجه ذلك لأن النفي المحض وش معناه؟ العدم، معناه العدم، نفي عدم، منفي معدوم، هذه موازنة، نفي يعني عدم ومنفي يعني معدوم. فالعدم المحض الشيء المعدوم مثل ما قال المؤلف الشيء المعدوم ليس بشيء، قوله إذا كان ليس بشيء فهل يمكن أن يكون مدحا؟ لا. تتبين الآن أن النفي إذا لم يتضمن إثباتا فلا يمكن أن يتصف الله به، لا يمكن أن يتصف الله به، لأن الله موصوف بصفات الكمال، فإذا لم يتضمن النفي كمالا لا يمكن أن يتصف الله به. الآن مثلا يا جماعة، هذا عندما أقول هذه المروحة لا تأخذها سنة ولا نوم، صحيح ولا لا؟ صحيح. إلا أنت واحد منكم شافها يوم تنام، نعم، لكنها هل هذا مدح؟ لا، لأنها ليست بقابلة. إذا فليس لا تأخذه سنة، لا تأخذها سنة ولا نوم لكمالها، ولكن لأنها غير قابلة لذلك، واضح؟ طيب عندما أقول هذا الرجل شجاع لا يمكن أن ينام والعدو أمامه، مش هذا؟ ها؟ هذا مدح؟ هذا لا ينام والعدو أمامه؟ شوف، هذا رجل شجاع لا يمكن أن ينام والعدو أمامه، هذا واحد. كلمة أخرى، هذا لا ينام والعدو أمامه، الأولى ما حي، لكن الثانية ها؟ نشوف وش تضمنت. هل لا ينام العدو أمامه من أجل الخوف والذعر، أو لا ينام العدو أمامه من أجل القوة ليقضي على عدوه، على عدوه؟ إذا لم تتضمن مدحا صارت ليست مدحا، ولا لا؟ ولهذا قال الله عز وجل إذ يغشيكم النعاس في يوم بدر آمنة منه، دليل على أنهم ليسوا خائفين. فالحاصل نقول النفي المحض ليس بمدح حتى يتضمن إثبات مدح. قال الله عن نفسه لا تأخذه سنة ولا نوم، لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته، لأن الحياة الكاملة لا تحتاج إلى نوم، الحياة الناقصة تحتاج إلى نوم، لأن النوم ينقض ما سبق من تعب ويستجد نشاطا لما يستقبل، أليس كذلك؟ إذا فمعنى هذا أن الجسم أرهق فاحتاج إلى راحة،
وأنه لا يمكن أن يستمر في نشاطه فيحتاج إلى تجديد نشاطه. فيدل النوم عليه على النقص، يدل النوم على النقص. ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون لكمال حياتهم، لكمال حياتهم. القيومية، كمال القيومية في عدم النوم، لأن القيوم هو القائم بنفسه وعلى غيره، القائم بنفسه وعلى غيره، كما قال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وهو الله، كمن ليس بقائم على كل نفس بما كسبت وهي الأصنام. ولهذا قال: وجعلوا الله شركاء. القائم على غيره، هل يمكن أن ينام مع تمام القيام على غيره؟ لا سيما وأن هذا الغير كل كائن في السماء والأرض، فما دام الغير الذي الله قائم عليه كل كائن في السماء والأرض، فهذه الكائنات محتاجة إلى مراعاتها وإمدادها وإعدادها وإيجادها وإعدامها في كل لحظة، فلا يمكن أن ينام لكمال إيش؟ قيوميته، لكمال قيوميته. صار الآن نفي السنة والنوم تضمن مدحا ولا لا؟ تضمن إثباتا ولا لا؟ ما هو الإثبات الذي تضمنه؟ كمال حياته وقيوميته. أرجو الانتباه الآن. صار القاعدة عندنا في النفي، وش القاعدة؟ أنه لا يعتبر ولا يصح أن يكون كمالا إلا إذا تضمن إثبات. هذا الإثبات الذي يتضمنه هو كمال ضد ذلك المنفي، كمال ضد ذلك المنفي. فإذا نفى الله عن نفسه النوم والسنة، معناه استفدنا من هذا فائدتين: الأولى ما دل عليه اللفظ بالمطابقة وهو عدم السنة والنوم، والثاني ما دل عليه اللفظ بالالتزام وهو كمال الحياة والقيومية. طيب، نفى الله عن نفسه الظلم، نفى الله عن نفسه الظلم لماذا؟ لكمال عدله، لا لنفي الظلم المطلق، لا لنفي الظلم المطلق. لو كان لمجرد النفي لم يكن ذلك مدحا، فربما يكون ذما، فربما يكون ذما. وأنا قلت مثلا: لو قلنا هذه المروحة لا تظلم، أفي ذلك مدح لها؟ ليش؟ لأنه عدم القابلية فلا يتضمن إثباتا. أنا أقول لا تظلم لأنها عادلة، نعم. طيب، لو قلنا في رجل ضعيف مهين، هذا الرجل لا يظلم، هل هذا مدح؟ هذا دم. الآن صار النفي الآن، الأول ما دل على مدح ولا دم لعدم القابلية، وهنا دل على دم لأنه استلزم إثبات صفة نقص، تلزم إثبات صفة نقص. ومنه قول الشاعر: مبيلة لا يظلمون، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. ليش؟ لكمال عدلهم ووفائهم، ولا لعدلهم وعدم قدرتهم؟ نعم، لعدلهم وعدم قدرتهم. وكذا قول الشاعر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجدون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. نعم، قول ليسوا من الشر في شيء، هذا نفي انتسابهم الشر. لكن ما رأيكم، هل هو متضمن المدح ولا لا؟ بالعكس، للذنب. ولهذا قال: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، فليت لي بدارهم أحد ما يكون بهذا الورق. فتبين بهذا جماعة أن ما نفى الله عن نفسه يجب أن يكون مستلزما نشوبه لإثبات صفة كمال، لإثبات صفة كمال. هذا الكمال هو نقيض ما نفى الله عن نفسه، هو نقيض
ما نفى الله عن نفسه. طيب من سؤالك يا أبوك؟ المحض خالص، المحض خالص، لما ما يشاركوا شيء. طيب يقول المؤلف رحمه الله الوجه الثاني، أما قال لأن المجرد نفي ليس فيه مس، أيضا يقول ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع والممتوع والمعدوم والممتنع لا يوصف بمس ولا كمان. المعدوم والممتنع يوصف بأنه بالنفي المحض. تقول بل قال الله عز وجل هل أتى على الإنسان شيء من حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا، هذا نفى أن يكون شيئا. لماذا؟ لأنه معدوم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، نفى الله أن يكون الإنسان شيئا لأنه معدوم. فالنفي يريد أن يكون في المعدوم، والمعدوم ليس بشيء. نعم، يكون في شيء ممكن، يكون شيء ممكن. لم يكن له كفوا احد، هذا نفي. نفي لشيء ممكن ولا لشيء ممكن لكن لم يوجد؟ لشيء ممكن. لم يكن الانسان خالقا نفسه، هذا نفي لشيء ممكن. لا اثر بدون مؤثر، نفي لكن لشيء ممكن. إذن ما دام ان النفي المحض يوصف به الشيء المعلوم والممتنع، فاذا لا يمكن ان يكون ما نفى الله عن نفسه من الصفات مجرد نفي فقط، بل لا بد من اثبات كماله. فلهذا كان عامه ما يوصف الله به، ما وصف الله به نفسه من نفي متضمنا لاثبات المدح، متضمنا كقوله الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. لا، الجملة هذه مش دلت عليه من الصفات، دلت على نفي الزنا والنوم. دلالة نطق ولا لا؟ أقول دلالة نطق ولا دلالة مفهوم؟ نطق. تضمن ولا التزام؟ قصد المطابقة ولا تضمن ولا التزام؟ أو ما تعرفون أنواع الدلالات؟ المطابقة والتضمن والالتزام. مثال قصير الذي ما نقص على الوقت، إذا قلت هذا بيت، كلمة بيت تدل على مجموع البناء كله بحجره وغرفه وأسحابه، تدل عليه دلالة مطابقة، دلالة مطابقة، لأن بيت مطابق لما دل عليه بجميع الذات. دلالة هذه الكلمة على هذه الغرفة وحدها والغرفة وحدها والحلة وحدها دلالة تضمن، دلالة تضمن. دلالته على أن هذا البيت لا بد له من باني دلالة التزام، دلالة التزام. عندما نقول لا تأخذه سنة ولا نوم، دلالتها على نفي السنة من باب دلالة المطابقة، ودلالتها على كمال حياته وقيوميته من باب دلالة الالتزام. ولهذا يقول المؤلف ولهذا كان متضمنا لإثبات المس كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وكقوله إلى قوله ولا يقوله حفظهما. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. وكذلك قوله لا يضر حكمه اي لا يكرهه ولا يضره، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر اذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفه ومشقه فان هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. اظن واضح تطبيق للقاعده بس فقط. وكذلك قوله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يعزب لا يغيب. فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض، إذا لا يعزب عنه مثقال ذرة لكمال علمه بكل شيء.
وكذلك قول ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلام ما يلحقه. أظن واضح. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء. لماذا؟ لكمال القدرة والقوة. المخلوق يبني مثلا بيت لكن بتعب ومشقة، ولهذا إذا عمل من طلوع الشمس إلى غروبها تجده على طول يطيح في الأرض، نعم، لأنه يتعب، بخلاف الخالق سبحانه وتعالى فإنه لا يتعب ولا يعجز. والله أعلم. كما كانت أكثر العلماء ومجرد الرؤية، لأن المعلوم لا يمكن وليس في كونه إلا عبر مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم منتوشا، وإنما المدح لكونه لا يحاط به وإن رؤيا، كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به العلم، فكذلك إذا رؤيا لا يحاط به رؤيا. وكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كماله، وكان ذلك دليل على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستمر مثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذي لا يصفونه إلا فالذين لا يصفونه إلا بالسلوك لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايد له. إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليس هي صفة مستلزمة صفة الثبوت، ولهذا قال محمود بن سكتين وكاتاكين لمن ادعى ذلك في الخالق: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم وكذلك كونه لا يتكلم أو لا يعلم ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات، فهذه الصفات منها ما لا يتصف به المعدوم إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجمادات والناقص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذه القاعده الاولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله، قال ان الله جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والاثبات، وذكرنا القاعده في الاثبات ان كل ما اثبت الله لنفسه فهو صفه كمال بالنسبه إليه، وإن لم يكن صفة كمال بالنسبة إليه. وذكرنا لذلك مثلا باسمه المتكبر فإنه صفة كمال بالنسبة له وليس صفة نقص وليس صفة كمال بالنسبة لنا، انتفاء النوم عنه صفة كمال بالنسبة له وليس صفة كمال بالنسبة للمخلوق، انتفاء الأكل صفة كمال بالنسبة له وليس صفة كمال بالنسبة إلينا، لأن من لا يأكل يكون معتلا بمرض ومن لا ينام يكون معتلا بمرض. فالخلاصة أن الله تعالى لا يثبت لنفسه إلا كل صفة كمال. النفي والقاعدة الثانية، كل نفي نفى الله عن نفسه فإنه متضمن لأي شيء؟ للإثبات. كل نفي متضمن للإثبات صفة كمال، إثبات صفة كمال.
ولا يظلم ربك احدا من ثم تضمن الله لاثبات صفه كمال العبد. وما مسنا من لغوب لاثبات كمال القوه. وهكذا ذكر المؤلف امثله من هذا وسبقت. ومنها قوله تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. لا تدركه الابصار اي لا تحيط به رؤيه, لان ادراك الشيء بمعنى الاحاطه, ادركته واحط به. فالمعنى ان الابصار لا تحيط به رؤيه. وكلمة لا تدركه يقول انما نفى الادراك الذي هو الاحاطه كما قاله اكثر العلماء, ولم ينفي مجرد الرؤيه لان المعلوم لا يرى. فما قال ان الله لا يرى, بل قال لا تدركه الابصار. ونفي الاخص لا يقتضي نفي الاعم. نفي الاخص لا يقتضي نفي الاعم. ايش معنى الاخص في النفي الاعم؟ يعني ان نفي الادراك كونك ترى الشيء ولا تدركه لا ينفي انك تراه. كونك ترى الشيء ولا تدركه لا ينفي انك تراه فقط, تراه بدون ادراك. نحن نرى الشمس لكن هل نحن ندركها؟ ما ندرك. فنفي الاخص لقاعده معروفه عند اهل العلم لا يقتضي نفي الاعم, سواء كان ذلك في المحسوسات او كان ذلك في المعنويات. عندما تقول مثل فلان لا يجيد الخط, فلان لا يجيد الخط, هل معنى ذلك انه لا يكتب؟ ما نبدأ أنه يكتب. يمكن يكتب لكن بدون إجازة. يمكن يكتب بدون إجازة. فلان لا يحسن التعبير, هل معنى لا يعبر؟ لا. فنفي يعني لا يجيد التعبير ولا يحسنه. فنفي الأخص معنويا كان أم حسيا لا يستلزم نفي الأعم. لا تدركه الأبصار لم يقل لا تراه الأبصار. لو قال لا تراه صحيح ثم نفي الرؤية, لكن لا تدركه أخص من الرؤية. قول مش وجه أنه أخص, لأن الشيء قد يرى ولا يدرك. قد يرى ولا يدرك. فأنت إذا نفيت الإدراك ليس معنى ذلك أنك نفيت أصل الرؤية. ولهذا استدل بعض العلماء في هذه الآية على إثبات رؤية الله. أخذوا معنا هذه الآية, استدل بها من ينكر أن الله يرى, واستدل بها من يقول إن الله يرى. وأيما أسعد بالدلالة؟ أين المصيب؟ الذي يقول إن الله يرى. الذي استدل بها على أن الله يرى هو الذي المصيب. وذلك لأن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية. ولو كان أصل الرؤية مفقودا لقال وشقال لا تراه الأبصار. لأن كونه يعبر عن رؤية عن أصل الرؤية بالإدراك هذا إلغاز وليس بيانا. والقرآن بيان. إذا يقول المؤلف رحمه الله ولم ينفي مجرد الرؤية لأن المعلوم لا يرى, وليس في كونه لا يرى مدح, إذ لو كان كذلك لكان المعلوم ممدوحا, وإنما المدح في كونه لا يحاط به. في الحقيقة قول المؤلف لأن المعلوم لا يرى هذا قد يعارض فيه من يعارض ويقول إذا كان الموجود محسوبا فإنه موجود لا يرى. أرسل يا جماعة المؤلف يقول لأن المعلوم لا يرى, لكن قد نقول لا يرى لا لكونه معلوما ولا لكونه محسوبا. الآن مثلا لو أن أحدا خلف هذا الجدار لكنا لا نرى لأنه معدوم ولا لأنه محجوب, لأنه محجوب. ولكن الجواب على هذا أن يقال
إن هذا المحذوف من شأنه أن يرى لولا المانع. من شأنه أن يرى لولا المانع. إذا فالذي لا يرى مطلقا بدون موانع هو المحذوف. الذي لا يرى مطلقا بدون موانع هو المحذوف. وأن المحذوف صحيح أنه لا يرى لكن لوجود مانع. كما لو كان إنسان حاضر ليس بينه وبين الرجل الأعمى إلا سنتيمتر. فإن هذا الرجل الأعمى يرى ولا لا يرى؟ لا يرى لأنه معدوم ولا لوجود المانع؟ لوجود المانع. إذن نقول لا، إن الله لا يتمدح بكون لا يرى لأن الأصل فيما لا يرى وش الأصل؟ العدم. فكلام المؤلف إذن تبين أنه لا معارض له. وأنا قلت لكم ربما نعارض كلام المؤلف ولكن أجبنا لأن هذه المعارضة شيء مبني عليه على وجود مانع، على وجود مانع لا خلال شرط. فالذي لا يرى لكون الإنسان أعمى أو لا يرى لكونه حالة بينه وبين جدار أو شجرة هذا ليس معناه أنه ليس موجود لكنه موجود وجد له مانع. طيب يقول وإنما المدح في كونه لا يدرك في كونه وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن عرف كما أنه لا يحاط به وإن علم فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤيا فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها. وش بدنا على الرؤية؟ نفي الإدراك، الإدراك نفي الإدراك. إن نفي الإدراك دل على أمرين: كمال عظمة الله لأنه لعظمته لا يدرك ولا لا؟ والشيء العظيم ما يكتدف ما تدركه لو أن هناك جبلا كبيرا واسعا أو بحرا عميقا واسعا ما استطعت أن تدركه لأي شيء لعظمته. وكذلك لو كان شيئا بعيدا رفيعا عاليا أو منيرا يحسب الرؤيا أو ما أشبه ذلك ما رأيته من أجل عظمته. فنفي إدراك الرؤيا بالنسبة لله دليل على كماله ونفي الإدراك دليل على إثبات الرؤيا ووجهه لكنه دليل على إثبات الرؤيا مع عدم الإحاطة. وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه. كما عظمة الله كما عظمة الله كما عظمة الله والثاني يستلزم به لأن الله هو أنا يوم القيامة. قال وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفس لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه. وهذه سبقت من طريقا ان القاعده فيما نفى الله عن نفسه انه مشان متضمن القاعده فيما نفى الله عن نفسه انه متضمن اثبات صفه كمال. اثبات صفه كمال فيما نفى الله عن نفسه فهو متضمن اثبات صفه كمال. طيب والذين لا يصفونه الا بالسلوك لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش. الشيء الذين يقفونه بسلوب مطلقا كما مر يقول لا موجود ولا معلوم ولا جاهل ولا عالم ولا حي ولا ميت ما يقفونه إلا بالسلوب. فينا يشاركونهم في هذا لكن لا في كله مثل اللي قالوا انه لا يتكلم والذين قالوا انه لا يرى واللي قالوا ليس فوق العالم واللي قالوا ليس مستويا على العرش. هل يوصفوا في اي شيء؟ في السلوك. السلوك ترى معناها النفي. السلوك جمع سلب وهو النفي. من اللي قالوا بهذا؟ الأشعرية قالوا ان الله يتكلم لكن فسروا الكلام بما ليس بكلام
ايش قال من كلام الله؟ هو المعنى القائم بذاته بنفسه، المعنى القائم بنفسه وليس الصوت او الحروف. فهم فسروا الكلام بما ليس بكلام. الذين قالوا لا يرى، نفس الاشعريه يقولون ان الله لا يرى، مستحيل ان الله يرى لا في الدنيا ولا في الاخره. الذين قالوا ليس فوق العالم هم ايضا الاشعريه، يقول ان الله ليس فوق العالم، واللي يقول ان الله فوق العالم مجسم ممثل. نعم. طيب العلو، يقولون العلو الذي اثبت الله لنفسه انما هو علو الصفات فقط وليس علو الذات. فالذين قالوا لم يثبت على العرش من الاشعريه ايضا يا جماعه، وين الأشعرية؟ يقولون إن الله لم يستوى على العرش. مش معنى استوى على العرش؟ استولى على العرش، استولى على العرش، وليس معناه استوى عليه. وهذا قد قرأ وجه بطلان هذا التفسير. ويقولون إن الله أمنكم من الله فوق العالم ولم يستوى على العرش. طيب أين الله؟ يقول ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباعد ولا عندي ولا مجانب، عندكم ولا محال، ولا محال ولا محال له. تتذكر المحال معنى مجانب، معنى مجانب، لأن المحال معنى أن يكون في مكان آخر. مش بعد عنكم هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم، وليست هي صفة مستلزمة لصفة ثبوت. ولهذا قال محمود في ابن السبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. إذا قال إن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مبارد العالم ولا محاجة، وفي بعد باقي كلمتين ولا متصف ولا منغفر. إذا قال الكلام هذا وين الله؟ ليس بموجود، له داخل العالم ولا خارجه. وين يكون؟ ولا مختص بالعالم ولا منغفر منه ولا مباين ولا محارب. وين هو؟ هذا معدوم. ولهذا قال هذا الملك المعروف، قال بين الرب الذي تثبته الفرق بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. وكذلك كونه لا يتكلم او لا ينزل ليس في ذلك صفة مات ولا كما، بل هذه الصفات فيها تشبيه بالمنقوصات او المعدومات. هذه الصفات منها ما لا يتصف به الا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به الا الجمادات والناقص. فمثلا نفي الكلام قد يكون شيء موجود ولا يتكلم، لكن من لا يتكلم فهو أنقص من الذي يتكلم. من ليس فوق العالم قد يكون موجود، ولكن من كان فوق العالم أكمل من ليس فوق العالم. والمهم أنهم لا يكون الله في هذه الصفات إلا وهي إما صفة لمعدوم لا يوجد أو لموجود ناقص. وكل هذا وذلك لا خص به الفرار من التشبيه، لكن وقعوا في شكل مما فروا منه. اللهم اغفر. يقول الشيخ الحافظ حقيقه ممكن ان نقول انه قد سبق لنا نظيره كما سيعلم من شرحه، ونمر عليه مرورا يسيرا ان شاء الله. لكن الاخ العقيم سال من هو محمود ابن سبكتكين. هذا الرجل كان اميرا على الهند وما ولاها من قبل السلطان العباسي القادر بالله، وكانت ولادته كما عندي الآن سنة 361 ووفاته سنة 421. وقد ذكروا أنه كان فصيحا جيدا بليغا، وأنه كان يحب أهل العلم ويحب أهل الحديث ويقربهم، وكان له انتصارات في الهند والسند وما ولاه
ولهذا جعله الخليفة العباسي القادر بالله جعله سلطانا على تلك البلاد لا أميرا فقط بل سلطانا عليها لأنه ذو كفاءة كاملة وهو رحمه الله من خير من تولى على تلك البلاد. وأما الذي قال لهم ميزنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم فالظاهر أنه إنما ناظر في ذلك رجلا ينكر اتصاف الله تعالى بالصفات الحقيقية أو الصفات السلبية يعني ناظر الإنسان يقول إن الله ليس فوق العالم ولا تحته ولا داخله ولا خارجه إلى آخره. وأرجو انتباه يا جماعة فصار هذا الذي ناظره ولعله ابن فورك كما قاله بعض الناس ابن فورك المعروف المعتزلي فيمكن أنه ناظره أو غيره المهم أن المفهوم من الكلام أنه ناظر شخصا وش يقول بالله إنه ليس فوق العالم ولا تحته ولا داخله ولا خارجه ولا مستطر ولا مباين إلى آخر. ثم قال المؤلف رحمه الله فمن قال لا هو مباين بالعالم ولا مداخل له فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره يعني لو قال إن الله ليس قائما بنفسه ولا بغيره إيش معنى ذلك؟ إيش معنى هذا؟ لأن ما من موجود إلا وهو قائم بنفسه أو قائم بغيره المخلوقات كلها قائمة بغيرها قائمة بالله فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت يعني هو الله والمقابل محذوف والتقدير كمن لا يملك ذلك. طيب إذا قلنا إن الله ليس قائم بنفسه ولا بغيره المعنى أن الله نعم أنه ليس ثم غيره ومن قال إن الله على فهو بمنزلة من قال أنه لا قائم بنفسه ولا بغيره ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارب صحيح هذا كلام مؤلف واقع جدا أن يقول لا داخل العالم ولا خارجه مثل يقول إن الله ليس قديما ولا محدثا ولا قائما بنفسه ولا قائما بغيره وهذا بلا شك وصف له بالعدم تماما. وهذا أي الطوائف التي يشير إليها المؤلف في هذا الكلام الغلاة الذين سلبوا عن النفي والإثبات ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم وهؤلاء الذين نقلوا عنه الصفات دون الأسماء وهم الجهمية المعتزلة يقول لازمه أن يكون ميتا مش مقابل ليس بحي أصم مقابل ولا سميع أعمى مقابل ولا بصير أبكم مقابل ولا متكلم. فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر وما لم يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير يعني جاء من هذا من باب تقابل العدم والملل. قلنا له هذا اصطلاح من اصطلحتم هذا اصطلاح اصطلحتم وأنتم تقولون إن الجماد لا يصف في الحياة والموت والله تعالى قد وصفهم بالحياة والموت أموات غير أحياء واصطلاحكم هذا لا يغير الحقائق ولا يغير الألفاظ عن مدلولها واضح؟ وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والعمى والخرف والعجمة. إذن هذا الاصطلاح هل يغير الحقائق؟ لا. ولهذا يقول الذي يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر وإذا هذا ليس بحي يمكن أن نقول إنه ميت أجدار هذا ليس بحي أليس كذلك؟ الحديد ليس بحي يصح أن نصف ما ليس بحي بأنه ميت. قال الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم أمواتا متى هذا؟ كنتم أمواتا نطفا قبل أن تنبخ في المروف فتم ما ليس بحي سماه ميتا مع أن الموت كما هو معروف
يرد على الحياة ولا الحياة ترد على الموت؟ يرد على الحياة. ومع ذلك سمى الله تعالى ما لم ترده الحياة لا لم تحله الحياة ميت. فيقول المؤلف: فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه أسلوبه بالموت والعمى والخرق والعجب. واضح؟ لاحظ ما يغير. نعم، العجب عدم الكلام، عدم الكلام. نعم، صاح ثلاثة اصطلحوا على أن الشيء الذي ليس قابل للصفات على الوصف يجوز أن يستدعى الوصف هو عدمه. هذا الكلام قال المؤلف رحمه الله. وأيضا هذا جواب ثالث: فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها من حيث قدرة الله. كل موجود فإنه يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها من حيث إيش؟ قدرة الله. قال: فإن الله قادر على جعل الجماد حيا وإن كان بالعادة ليس بحي، لكن أليس الله قادر على أن يجعله حيا؟ نعم. والمثال على ذلك كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي، يعني الجماد صار حية يتحرك ويريد ويقصد، فإذا تلقه ما يحكم. فبهذا تبين إن كل موجود يمكن أن يكون حيا بإذن الله، بالنسبة لقدرة الله يمكن أن يكون حيا. الأرض يومئذ تحدد أخبارها، اشتعل الله ناطقة، اشتعل الله ناطقة، والحصى سمع تسبيحه بيد النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه الحجر. نعم، ومع ذلك أنتم تقولون هذا، يقول إنه لا يقبل الكلام. صحيح في الصلاة لا يقبل الكلام، لكن الله قادر على أن يجعله متكلما. هذا الجوابين. الجواب الأول أن نقول إن التفريق بين كون هذا يقبل ولا يقبل وشو؟ اصطلاح منكم، والاصطلاح لا يغير الحقيقة، بدليل أن ما زعمتموه غير ممكن ولا قابل قد جعله الله تعالى ممكنا وقابلا، فوصف ما ليس بحي وصفه شغل بالموت، وصف الجمادات بالموت، وصف الإنسان قبل أن تحضره بالموت. ثانيا نقول حتى الشيء الذي لا تحله الحياة فإن الله قادر على أن يجعله حيا، قادر على أن يجعله حيا، فيصح نفي الحياة عنه وإن كان لا يقبلها بحسب العادة، باعتبار أن الله قادر على شرط أن يجعله حيا. وجه ثالث قال: وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا مما لا يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. يعني الشيء الذي لا يمكن أن يتصف بهذه الصفات، والشيء الذي يمكن لكن متصف بالنقائض. يقول المؤلف: أين أكمل؟ أين أعظم نقص؟ شيء لا يقبل الكمال ولا النقص، وشيء يقبل الكمال، يقبل أن يكون كاملا لكنه متصف بالنقص. أين أعظم نقص؟ الأول. ليش؟ لأن الأول لا يمكن أن يرد عليه الكمال، لأن الأول لا يمكن أن يرد عليه كمال، والثاني يمكن أن يرد عليه كمال لكنه نقص. أرجو انتباه الجماعه ونشوف هل يمكن مناقشه المؤلف في هذا الكلام ولا ما. المؤلف يقول: ما لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات اعظم نقصا مما لا يقبل الاتصاف بها مع اتصاف مما لا انا عندي مما لا يقبل مما يقبل الظاهر الثاني الاخير وايضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات اعظم نقصا مما يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. مما يقبل أين تحسبه؟ لا، مما يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. نعم طيب، ترى من العادل لكن
يقول فرغوا في الكبر جدا. طيب أقول ما يقبل الاتصاف بهذه الصفات، ما لا يقبل الاتصاف أعظم نقصا مما يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضه. مثاله الجماد الذي لا يصف البصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرق أعظم نقصا من الحي الأعمى الأصفر. صحيح، لأن الحي الأعمى الأصفر يقبل أن يكون كاملا، يقبل الكمال فيكون حيا مبصرا متفرغا. لكن الجدار يمكن أن يكون كذلك؟ لا يمكن. فأيهما أعظم نقصا، ما لا يقبل اتصاف بالكمال أو ما يقبله مع وجود ضده؟ ما يقبله مع وجود ضده. لاحظ المؤلف رحمه الله لاحظ أن القابل للكمال مع اتصافه بالضد أنها عين قابلة لأن تكون كاملة، وأما ما لا يقبل هذا ولا هذا فهو عين لا تقبل أن تكون كاملة، فهي من هذا الوجه أعظم نقصا. لكن قد نناقش فنقول له إن العمى في الجدار في الحي نقص يعتبر نقصا، والعمى في الجدار ليس بنقص، لأن الجدار لم تفده صفة كمال بكونه لا يكسر، والحي فاتته صفة كمال بكونه لا يكسر. فهنا لا شك إن من نظر إلى الأعمى من حيث البشر المقصرين يجد أن هذا ناقص، لكن من نظر إلى الجدار وأنه لا يكسر لا يجده ناقصا بالنسبة للجدران الأخرى. فكأن المؤلف لم يجد كده هذا، التفت إلى أصل هذا الشيء، هل هو قابل للكمال أو غير قابل للكمال؟ فقال إن الحي الأعمى في الأصل قابل شقابل الله وشقابل كلام مدلة الكمال قابل للكمال، الحي الأعمى في الأصل قابل للكمال، الجدار في الأصل غرفة. وإن كنا الآن نقول إن وجود العمى بالنسبة للحي يعتبر نقصا، وأن فقد البصر بالنسبة للجدار ليس بنقص من حيث هو جدار، أليس كذلك؟ فعدم البصر بالنسبة للجدار لا يقال أنه نقص في الجدار، أليس كذلك؟ لكن عدم البصر بالنسبة للإنسان نقص. لكن يريد المؤلف يعني المؤلف دخل من زاوية غير للأمر، يقول المؤلف إن العمى في الحي في الإنسان، العمى في الإنسان لا شك بالنسبة لك، لكن الإنسان من حيث هو الإنسان قابل شرب قابل للكمال، قابل للكمال لأن يكون مبصرا، أليس كذلك؟ تقتل البصر في الجدار نقص ولا لا؟ ليس نقصا بالنسبة للجدار. قول الجدار والله الجدار من العيون يا جماعة، وش الجدار بالنسبة لجداركم؟ ها؟ سوى. ولهذا ما تقول والله ايه حين جدارنا للعيون، ما تقول هذا. إذا فلا نقص في الجدار الذي ليس له أعين، أليس كذلك؟ لكن بالنظر إلى أن أصل الجدار لا يقبل البصر، وأن أصل الإنسان الأعمى يقبل البصر والبصر كمال، يكون هنا ما يقبل الكمال أكمل مما لا يقبل الكمال. فصار إذا ما لا يقبل الكمال والنقص أنقص مما يقبل الكمال والنقص في حال اتصافه بالنقص. عندما الأولى زين، أولا أمر واضح عندما يقول المؤلف، لأن حديث قد يكون قائل كان المؤلف غير مسلم، كلام المؤلف غير مسلم، لأن العمى في الإنسان إيش؟ نقص، وعدم البصر في الجدار ليس بنقص. نقول هذا صحيح. إذا كيف يقول المؤلف إن الذي لا يقبل اتصاف بالصفات أعظم نقصا من الذي يقبلها واتصف بذاتها؟ كيف يقول ذلك؟ نقول نعم، يقول ذلك لأن المؤلف رأى
أن النقص الذي في الإنسان نقص فيما يقبل الكمال، وما يقبل الكمال أكمل مما لا يقبله، أكمل من الذي لا يقبله. وإذا كان ما يقبل الكمال وهو الآن ناقص أكمل مما لا يقبل الكمال، تبين أن ما لا يقبل الاتصال بهذه الصفات أنقص من الذي يقبلها ولكن سقط بضدها. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فإن قيل إن الباري، فإذا قيل إن الباري لا يمكن اتصافه بذلك، كان في ذلك من وصفه بالنص أعظم مما إذا وصف بالخلق والعنى والثمن ونحو ذلك. نعم، هذه المسألة مثل ما قلت قريبا يمكن أن يناقش فيها الإنسان، ويقول إن فقد البصر فيما من شأنه أن يبصر يعتبر نقصا، وإن فقد البصر فيما لا يأكل فيما ليس من شأنه أن يبصر ليس بنقص، يمكن أن يناقش. فيقال: لا نكلم ما قاله المؤلف رحمه الله، لأن كل أحد يعلم أن الرجل الأعمى ناقص عن الرجل المبصر، لكنه وكل أحد يعلم أن الجدار الذي لا يبصر نعم ليس به نقص، إلا أن المؤلف لاحظ صفة الكمال وقال إن الرجل الأعمى صحيح أنه ناقص لكنه يقبل الكمال، أليس كذلك؟ وأما الجدار فصحيح أنه ليس بناقص إذا فقد من البصر، لكنه لا يقبل الكمال، لا يقبل أن يكون مبصرا، فهو بهذه الناحية من هذا الوجه أنقص. يقول: مع أنه إذا جعل غير قابل لها كان تشبيها له في الكمال الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهم. هذا صحيح، إذا قيل إن الله ما يقبل الاتصاف بالسمع والبصر كالجدار، مش كان مشبها به الآن؟ مشبه بالجمال. ومن المعلوم أنه لو قيل لك شبه إنسانا بشخص ناقص وشبهه بالجدار، أيهم أعظم حجابة في نفسه؟ الجمال. يقول: ولو أن أنت يا أخي إنسان أفضل مثل، نعم ليش أن يستفقون بنفسك، لكن لو قلت أنت مثل اللبن، نعم أي أشد؟ في ظن أن الأخير أشد، لأنه شبهه بشيء لا يمكن أن يقدر السمع، نعم بأي حال من الأحوال، لكن بالأول أن رجل ما تسمع أفضل. ويفهم منك إذا قلت أنت رجل أصلا ما تسمع، يفهم منك أن تريد منه أن يكون كاملا، وأنه يمكن أن يكمل بوجود السمع والبصر والانتباه فيه. فأقرأت الكلام أن نقول: أنتم إذا قلتم إن الله لا يقبل الاتصاف بالسمع والبصر أو الكلام والخلق أو الموت والحياة، تتفهمون بأي شيء؟ بالجمال. وتشبيه الله بالجمال أعظم تنقيصا له من أن يشبه بالحي الناقص. نعم، يقول: مع أن كان شكل الجماد الذي لا يتصاف بواحد منهم، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف من قال ذلك على غيره مما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ يعني معنى ذلك إن هذا من أعظم ما يكون بالتقييم، فكيف بمن قال ذلك على غيره؟ يعني أنت الآن لو قلت ذلك على غيره ما غير ذلك، هذا يعتبر من أعظم الجنايات، أن تشبه أعظم الزواج قدرا بأخذها قدرا، هذا أعظم، مع أن العبارة عندي فيها قلق حقيقة، هذا صواب تغيير. فكيف من قال ذلك على غيره مما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ يبين العبارة إيه واضح، لكن معناها تقريبا والله أعلم أن من قال ذلك على غيره، يعني قاله على الله، يعني على غير نفسه، فإنه أعظم يكون أعظم تنقصا مما يزعم أنه تشبيه
الحج. يعني معنى ذلك ان لشبه الله في جمال اعظم من الذي يشبهون شهم في الحج، لانهم يزعمون ان اذا اثبت الزكاه شبهت الله بالاحياء بالانسان، فان كنتم شبهتموه بما هو اعظم نقص. وايضا فنقص نفي هذه الصفات نقص سواء بقطع النظر عن كونها تنفى عما يمكن التصرف بها او مدى. اقول الاخير هذا اظن هذا هو الثالث، نقص نفي الصفات هذه نقص نفيها يعتبر نقصا. كيف؟ قال فنعم اثبات الكمال، فالحياه من حيث هي هي، يعني من حيث هي حياه، نعم يعني هي ثاني نائبة من الحياه، فالحياه من حيث هي هي، اي من حيث هي حياه مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفه الكمال. قل نعم اذا الحياه نفسها كلمه حياه بقطع النظر عن كون المتصف بها فلان او فلان او علان هي صفه الكمال، لا يستوي الحي الاحياء ولا الاموات. طيب بقطع النظر عن موصوفها، وكذلك العلم والقدره والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك، كل هذه صفات كمال بقطع النظر عن الموصوف بها، اليس هكذا؟ طيب يقول المؤلف وما كان صفه كمال فهو سبحانه احق ان يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوقات به لكان المخلوق اكمل منه. وقال هذا الصفات من قسم الله ان الروحيات والعلم والفكر والسمع والبصر والكلام هنا مع غير الاشعريه، لان الاشعريه يثبتون هذا الصفات. نقول لهم ايش نقول لهم انتم الان اذا نفيتم هذه الصفات عن الخالق فقد نفيتم عنه صفه كمال، لان هذه الصفات من حيث هي وقبل نضع عن ما اتصف بها هي صفه كمال. فإذا قلت ليس الله بحي وقلت المخلوق حي، ما نزال جعلت المخلوق أكمل من الخالق، وهذا شيء متعذر. فالوجوه إذا على حال تكون ثلاثة، نعم ثلاثة، نعم إيه، وكون هذا يقبل ولا يقبل، والثالث من هذه الأقصاص قد تمام حيثية.
إنما الذي نحتاج إلى فهمه من هذه العبارات هو قوله إن كل واحد منهم من هذين الطائفتين أشد كفرا من الكفرى من وجه. فالطائفتان كما تصورتم طائفة تقول لا نصفه لا بهذا ولا بهذا، قول يقول ليس موجود ولا ليس موجود، أو ليس موجود ولا معدوم. هذه الطائفة كما مر علينا فر من أن يشبه الله بالموجودات أو بالمعلومات، ولكنهم وقعوا في شر من ذلك حيث شبهوا بالممتنعات. حيث شبهوه بالممتنعات يعني ليس يوجد شيء لا موجود ولا معدوم، فهذا كفر ظاهر وتناقض ظاهر. بقي عندنا الذين قالوا انه ليس بحي ولا سميع ولا بصير نعم ولا يتكلم وما اشبه ذلك. قال المؤلف ان هؤلاء اعظم كفرا من اولئك من وجه، يعني كل واحد من هاتين الطائفتين اعظم كفرا من الاخرى من وجه. فلننظر، الطائفه الاولى اعظم كفرا من هذه، وهذه اعظم كفرا من تلك، فكيف ذلك؟ كيف كانت الطائفه الاولى التي تصفه بشيء ممتنع اعظم كفرا من هذا؟ لأن قوله بالحقيقة يؤدي إلى أنه ما هناك رب ولا شيء، وأنه يمتنع أن يوجد رب. نعم، لأن الموصوف بهذه الصفات ممتنع، يلزم من هذا أن يكون أن يمتنع وجود رب. نعم، طيب جمع عقيد. الثاني أكبر، الثاني أكبر أعظم كفرا من وجه، يعني إذا انتفع عن ذلك صفة الكمال هذه مش لازم. لا، انتفع صفة الكمال هذه مش لازم، لازم أنها تبوت النقص. إذا انتفع الحياة يلزم أن يكون ميت، إذا انتفع السمع يلزم أن يكون أصم، الظهر يجب أن يكون أعمى، وهذا أشد كفرا من أولئك من وجه آخر، حيث إنهم وقفوا وقالوا على قولهم يجب أن يكون الله متصفا بالنقص. نعم، لأن ضد الحي الموت ميت، وضد السميع الأقم، وضد البصير الأعمى. واضح؟ طيب، أورد المؤلف ما كرر إرادته، هذا لا أعظم، يعني ما تفوق العيب والنقص، أثبت ربا لكن موصوفا بالنقص والعيب، فهؤلاء أشد كفرا من الأولين من هذا الوجه، من جهة إثبات الرب أقل، لكن من جهة أنهم وصفوا بالنقص أعظم، أولئك من جهة عدم الإثبات أعظم من هؤلاء، لأنهم يعني أنكروا أن يكون، يعني وصفوا الله بوصف لا يمكن أن يكون موجودا، ويمكن أن يكون موجودا. طيب، أورد المؤلف ما سبق إراده من أن هؤلاء يجيبون عن قولهم بأننا ننفي عنه النقيضين لأنه ليس بقابل لهما، ونفي النقيضين عما ليس بقابل ممكن ولا لا؟ نفي النقيضين عما ليس بقابل لهما ممكن. فيقولون نحن نصف الله بنفي النقيضين لأنه غير قابل لهما، فنقول عنكم الآن فراركم من إثبات الصفات صار إلى شيء أشد نقصا، لأنه كما مر ما يقبل إثبات الكمال أكمل مما لا
يقبل الاتصاف بالكمال. فأنتم الحقيقة الآن وإن شبهتموه وقلتم وإن دعمتم أنه غير قابل فإنه في الحقيقة وقفتم الله بما هو أنقى. نعم وين ضع طيب. وكذلك من ضع هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، وهذه مرت علينا أيضا. فإذا قيل هذا ممتنع في ضرورة العقل كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا إنما يكون هذا إذا كان قادر لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز. فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين المتناقضين. أفهمتم يا من ضاها ضاها يعني شابه، ضاها مثل يضاهئون قولنا سفروا يشابهون. طيب ثم قال فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو عن هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود، يعني ان الخلق كلهم يعلمون بانه يمتنع الخلو من هذين النقيضين، الشيء الوجود والعدم، ممتنع ان يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما ولا حيا ولا ميتا وهكذا. فهذا العلم هل يستثنى منه شيء؟ نعم انه قابل او غير قابل، هذا كل شيء فهو قابل للوجود والعدم. وقد سبق ان تقابل الوجود والعدم من باب تقابل السلب والايجاد للعدم والملل، فلا يمكن لاي مخلوق يدعي انه يمكن خلوه الأشياء عن هذين. قال والتحيز المذكور الآن أمام يقولون يلزم التحيز، يلزم التحيز، معنى التحيز أن يكون الشيء منحازا في حيز وحيز الشيء ما أحاط به. نعم يقول المؤلف مبينا التفصيل في كلمة التحيز، التحيز المذكور إن أريد به كون الأحياد الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم، وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم. فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه. المتحيز يقول المؤلف إن أريد به كون الأحياد الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم. بالنسبة للمخلوقات يراد بها هذا ولا لا؟ يراد بها هذا. الإنسان متحيز بمعنى أن الأحياد التي تحوزه وتحيط به محيطة به، فنحن الآن في هذه الغرفة متحيزون منحازون ولدينا من كل جهة ومن كل جهة أكوار تحيط بنا. إذن فنحن الآن داخل العالم، وكل ما تحت العرش فإن العرش محيط به فهو محاب داخل العالم. وقد يراد بالمتحيز ما كان خارج العالم، ما كان خارج العالم أي المنحاز عن المخلوقات، متحيز يعني منحاز عن المخلوقات البائن منها. وهذا بالنسبة إلى الله حق ولا باطل؟ حق، لأن الله تعالى مبين للمخلوقات. فهم إذا قالوا ليس بمتحيز مش يلزم من قولهم أن لا يكون داخل العالم تحيط به الأحياد ولا خارج العالم منحاز بائن عن العالم، فيلزم على قولهم أن لا يكون ثمة رب، لأنهم الآن إذا قالوا ليس بمتحيز على الإطلاق هكذا أطلقوا ولم يقولوا ليس بمتحيز انحيازا تحيط به الأحياد، فإنه معنى ذلك إنكار أن يكون الله داخل العالم أو خارجه، وهذا في الحقيقة هو التعطيل المحض. واضح تمام؟
طيب، وقد مر عليكم في التوحيد في السنة الثالثة في الثانوين أن كلمة الحيض لفظ مبتدأ لا يوجد في كلام الله ولا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أتى به أهل البدع ليوهموا الأغرار الذين لا يعرفون، يوهموهم أن هذا باطل ليتوصلوا بذلك إلى أي شيء، إلى الكفار. نعم. ولهذا يقول المؤلف فإذا قيل إن الحيض كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه، فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم، يوهموه أن هذا معنى آخر وهو المعنى الذي علمت حسابه بضرورة العقل، كما فعل أولئك بقولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل. خلاصة القاعدة هذه يا جماعة، مش الخلاصة فيها أن الله تعالى موصوف بالإثبات والنفي، وقلنا القاعدة في الإثبات أن كل ما أثبته الله فهو صفة كمال تبارك، وكل ما ذكر المؤلف في أثناء هذه القاعدة فهو تكرار لما سبق، لأن ما أتى بمعنى جديد إلا أنه يغير العبارات بوضح ما. وأما النفي فقلنا إن كل ما نفى الله عن نفسه فهو صفة نقص، لكنه يتضمن إثبات نفي ذات نفي. هذه القاعدة. القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق كما جاء في الكتاب والسنة، وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق السلف وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة. متفقا ولا متفقون؟ اتفاق متفقون، متفق عليه بين سلف الأمة إلى آخره. يقول القاعدة الثانية أنه يجب علينا أن نؤمن بكل ما أخبر به الرسول عن ربه، سواء عرفنا معناه أم لم نعرف. لكن يا جماعة، ما أخبر به الرسول عن ربه له وجهتان. الوجهة الأولى الكيفية، والوجهة الثانية المعنى. أما الكيفية فلا سبيل لنا إلى العلم به مهما كان، لا سبيل لنا إلى العلم بكيفية ما أخبر الرسول به عن ربه. وجه الامتناع أن الشيء لا يعلم، يعني طرق العلم بالشيء ثلاثة: إما مشاهدة الشيء، أو مشاهدة نظيره، أو الخبر الصادق عنه. وكل هذه الثلاثة بالنسبة لكيفية صفات الله موجودة ولا منتفية؟ منتفية. الله تعالى لم يشاهده الخلق، ولا نظير له سبحانه وتعالى، ولم يخبرنا الرسول عن كيفية تلك الصفات. فإذا علم الكيفية بالنسبة لما أخبرنا الرسول به عن ربه ما حكمه؟ منتفي، لا يمكن ذلك بأي حال من الأحوال. علم المعنى هل هو منتفي ولا غير منتفي؟ غير منتفي، لكن قد يخفى بعض المعاني على بعض الناس، ربما تخفى بعض المعاني على بعض الناس، فحينئذ يجب التوقف، لكن يجب الإيمان به. يجب الإيمان بأن ما وصف به الرسول وصفته فهو حق لو لم نعرف معناه. ولكن عدم معرفة المعنى أمر نادر بالنسبة لما يعرف، ولهذا قال مالك رحمه الله في الاستواء: الاستواء معلوم، والكيف معروف إنه مجهول، كيف مجهول إلى آخر. طيب، الآن قول المؤلف سواء عرفنا معناه أم لم نعرف، هل هذا باعتبار الواقع وأنه ينقسم إلى ما عرف معناه، أو على فرض أن يوجد ذلك؟
على فرض أن يوجد ذلك، وهذا قد يوجد لبعض الناس في بعض الصفات. أما أن نقول إن جميع الصفات يمكن أن نفهم معناها هذا لي، لأن هذا خلاف البيان الذي نزل به القرآن. القرآن بيان للناس ولا سيما في أعظم الأمور وهي صفات الله تبارك وتعالى. نعم، كالمؤلف يقول فرضا لأنه الصادق المصدوق. ما الفرق بين الصادق والمصدوق؟ الصادق من أخبر بالصدق أي بما يطابق الواقع، والمصدوق من أخبر به، من أخبر به يعني بالصدق، يعني الذي أخبر بما إيش؟ بما يوافق الواقع، لأن الصدق موافقة الواقع والكذب مخالفة الواقع. فحدثنا رجل عن أمر بأنه وقع وهو لم يقع، هذا صدقنا أو كذبنا؟ كذب. نعم، رجل أخبرنا بأمر واقع فكان كما أخبر، نقول هذا صدقنا، فنحن مصدوقون وهو صادق. فصار فرق بين الصادق والمصدوق، الصادق من أخبر بالصدق، من أخبر بالصدق كذا، من أخبر بالصدق، الصادق من أخبر بالصدق، والمصدوق من أخبر به. طيب، يقول فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، يعني فيجب علينا أن نؤمن به لأن الإجماع في هذا الباب حجة. فمع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة، ما يعني بهذا الباب ما أخبر به الرسول عن ربه؟ نعم، منصوصا عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفق عليه، هذا خبر ثاني لأمن، وكان الذي نتوقع أن يكون بالنص يوجد منصوصا عليه متفقا عليه، هذا الذي نتوقع. لكن إذا كانت النسخ عندكم كلها بالرفض يمكن أن تكون خبرا ثاني لقوله أنه مع أن هذا الباب يوجد عامته، يكون تقريب مع أن هذا الباب أيضا متفق عليه بين سلف الأمة، وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد، بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا قبل، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. طيب، الآن قسم المؤلف القاعدة هذه إلى قسمين، قسم جاءت به النصوص أو اتفقت عليه الأمة أئمتها، ما حكمه؟ يجب الإيمان به، علمنا معناه أم لم نعلم؟ قسم آخر تنازع الناس فيه، وغلب يسر عليه بقوله وما تنازع فيه المتأخرون نفيا أو إثباتا، تنازعوا فيه، فهل علينا أن نؤمن به؟ كل لا، لا. ويقول المؤلف فليس على أحد بل ولا له، يعني ليس علينا أن نؤمن به بل ولا لنا أن نؤمن به، والفرق بين على ولا ولا أظن واضح، ما يجب علينا ولا يحق لنا أن نؤمن به أيضا، ولا لا؟ أما فهمتم الفرق بين على ولا؟ ليس علينا أن نؤمن به كذا، لأنه ما ورد لا في كتاب الله وسنة رسوله ولا أجمعت عليه الأمة، وليس لنا أن نؤمن به، يعني ما يحق لنا بعد نؤمن به، يعني ليس مباح لنا أن نؤمن به أيضا، عرفتم؟ لأننا حتى نستفسر، ولهذا يقول ولا بل ولا له أن يوافق أحد على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطل رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. مثال ذلك، كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك، فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا،
كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. يعني مثلا أن تقول هل الله سبحانه وتعالى جهة أو في جهة؟ هذه المسألة ما موقفنا نحن هذا الشيء؟ إذا قال المبطلون مثلا أو المبتدعون نحن لا نؤمن بأن الله عال بذاته لأنه يلزم أن يكون جهة أو أن يكون في جهة، الطبال ماذا ما موقفنا نحن هذا؟ هل يجب علينا أن نؤمن بالجهة أو ننكر الجهة أو ماذا نصنع؟ نقول الجهة بالحقيقة بالنسبة لله تشتمل على حق وباطل، فيجب أن نقص ماذا تريد بالجهة؟ إن أراد معنى يليق بالله سبحانه وتعالى ولا ينافي كماله حينئذ نقبل المعنى، نقبل المعنى فقط، وأما اللفظ نخليه بالرب، اللفظ نخليه بالرب، ما نثبت ولا ننفيه. ليش؟ لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة نفيه ولا إثباته، لكن هم أتوا بهذا ليتوصلوا إلى نفي ما أثبت الله لنفسه من العلوم وجعلوا يقوم الجهة وما أشبه ذلك. فنقول لهم الجهة إن أريد بها به شيء موجود غير الله كان مخلوقا، مثل إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله كما إذا يراد بالجهة ما فوق العالم. ومعلوم أنه ليس في النص إلى آخره إذا أريد بالجهة ما فوق العالم، فهل يصح إثباتها من حيث المعنى لله ولا لا؟ نعم يصح، لأن الذي فوق العالم هو الله. إذا أريد بالجهة شيء مخلوق غير الله فهذا لا يجوز أن نثبته لله، لأن الله ليس بمخلوق، موجود وليس بمخلوق. طيب يقول المؤلف ومعلوم أنه ليس في النفس إثبات لفظ الجهة ولا نفيه كما في إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج ونحو ذلك والعروج إليه ونحو ذلك. الكلام واضح؟ نعم. كما فيه إثبات العلو والاستواء ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، يعني أنك لا تجد في القرآن ولا في السنة أن الله في جهة أو أن الله جهة جهة العالم. نعم ما تجد هذا لا نفيا ولا إثباتا، لكنك تجد إثبات، مش إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. وقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن نفى، يعني لمن نفى الجهة، إن أريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات، يعني فلا يكون جهة. أن تريد بالجهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات. وكذلك يقال لمن قال الله في جهة، أتريد بذلك أن الله فوق العالم أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق وإن أردت الثاني فهو باطل. فصارت الجهة يا جماعة تقال على وجهين، الجهة تقال على وجهين، أحدهما أن يقال الله جهة، والثاني أن يقال الله في جهة. فإنتم وكلا الأمرين لم يلد في الكتاب والسنة لا إثباتا ولا نفيا، لكن مع ذلك إذا ابتلينا بشخص يتكلم في ذلك ليتوصل به إلى نفي ما أخبر الله به عن نفسه فماذا نعمل؟ هل ندعه أو ننزل الميدان لنخوض المعركة؟ يجب علينا أن ننزل الميدان لنخوض المعركة. أما أن نقول والله هذا ما ورد في الكتاب والسنة بس فقد لا يكفي، يحتاج أن ننزل معه ونقول ماذا تريد بالجهة؟ إن أردت بالجهة ما هو مخلوق فالله تعالى لا يصح أن يطلق على الجهة، وإن أردت بالجهة ما فوق العالم فمعلوم أن الله تعالى فوق العالم ولا لا؟ طيب
لكن لفظ ان تثبت ان الله جهة او ان الله ليس بجهة بهذا اللفظ نحن نوافقك ولا لا؟ لا نوافقك، وانما نستفسر منك ماذا تريد. اذا اردت شيئا لا يليق بالله قلنا لك ما نقبل هذا، لا اثبات لفظه ولا معنى. اذا قلت اذا اردت به شيئا يصح ان يكون لله وافقناك الشعري على المعنى وخالفناك في اللفظ. الصوره الثانيه ان يقول الله في جهه، الله في جهه، يقول كلمه في جهه اذا اردت انها جهه تحيط به وتحوزه، كما اذا قلت فلان في جهه السطح او في جهه المناره، فالمعنى ان المناره تحمله والسقف يحمله وتحيط به. اذا اردت بهذا الجهه هذا المعنى باطل ولا حق؟ باطل، باطل لا شك، يقين ان يكون باطلا اثباتا، اثبات اللفظ او المعنى. واذا اردت بالجهه ان الله تعالى في جهه علو لا يحيط به شيء من مخلوقاته فهي حق ولا باطل؟ نعم حق، ولكننا مع ذلك لا نقول ان الله في جهه، لا نقول الله في جهه، لان الله سبحانه وتعالى اتى بدلا عن في جهه وشتى بدلا عنها بالعلو والاستواء العرش والفوقيه وما اشبه ذلك. نحن فيها من هذا اللفظ. واقول لكم ايضا كل شيء يحتل معنى وباطلا تجدون ان الله لم يثبت لنفسه، كل شيء يتضمن حق وباطل فان الله سبحانه وتعالى لا يثبته لنفسه. نعم، لان الله تعالى متصف بصفات الكمال الله عالم.